أهلا بيكم في حلقة جديدة من مطبخ فافي. النهاردة الحقيقة هنعمل ليج اوف لام بس على الطريقة اليونانية. طبعا احنا دايما الليج اوف لام الطريقة بتاعتنا بنحط عليها ديفرنت سبايس وحاجات، بس قلت اجرب النهاردة طريقة ديفرنت ونشوف هتطلع شكلها ايه. هي ساوند جود يعني، برضو فيها توم كتير قوي وفيها بصل، فعندنا الانجريديان بتاعتنا زي ما انتم شايفين توم كتير قوي، يعني حاجة بتاعت راس توم كاملة او 20 تومية، شوية بطاطس، ممكن البطاطس الصغيرة دي او ممكن بطاطس عادية بس تتقطع 4 بس، نص بصلاية، ليمون وشوية جزر، ممكن اي نوع خضار بياخد سوا زياده، يعني بياخد سوا في الفرن شويه، لان اللام يوجوالي بياخد من 2 لـ4 ساعات على حسب الحجم بتاع اللام، فعايزين خضار ياخد وقت اطول. سو انا هنا عندي نص ليج اوف لام الحقيقه علشان نخلص بسرعه وتستوي بسرعه، وعندي روزميري وعندي فلفل اسود، يعني انا حاطه تقريبا معلقه ونص، ممكن نستعملهم كلهم او زي ما احنا عايزين، وتقريبا معلقه ونص او معلقتين ملح، وعندي روز ميري مقطع جاهز مبشور، يعني مقطعاه انا جاهز. وطبعا اللي ما بيعرفش يربط اللام طبعا بنربطه بالبارة علشان التوم ما يطلعش منه، لان انا هحشي توم وروزميري والسبايس. اللي بيحصل اول ما يبتدي ينكمش في الفرن بيطلع التوم والحاجات دي من جوه، فاحنا بنربطها وانا ربطتها، بس هو سبيري ايزي ازاي بتتربط. بجيب دوباره بحطها مرتين بالطول وبعدين بلفها حوالين داير مرة وارجع مرة تانية واربطهم زي ما انتم شايفين كده مربوطة، فدي مش هيحصل لها حاجة خالص. دلوقتي انا اللي هعمله هعمل شوية توم دايس. هو يجولي طبعا اغلب الناس بيعملوا خروم في اللام وبيحطوا التومة كاملة، بس انا بحس ان التومة ما عملتش اي نوع من انواع السبايس، فانا اللي بعمله بروح واخده مثلا 3 4 تومات كده ودايس دم واحط فيهم ملح وفلفل وبحشي بيها اللام، يعني في حتت متفرقه مش لازم يعني نحشيها قوي، لان انا حاطه توم كتير قوي من تحت. ف هعمل بس 4 تومات كده واحط عليهم ملح وفلفل. وبعدين هنحط شويه ملح وفلفل، يعني مش كميه كبيره قوي عشان ما يحدقش، احط شويه فلفل اسود كده عليها وشويه ملح زي نص معلقه ملح. الروزميري بقى انا هخلي ده للاخر، هوريلكم انا بحب احشيها روزميري كده حتت علشان بيبقى شكلها جميل قوي، بس ممكن تحطوا برضو الروزميري وتلخبطوه مع التوم اللي احنا حطيناه ده، بس anyway هعمل فتحات كده مش كبيرة قوي، يعني بحط شوية من التوم اللي انا طحنته ده ونحاول ان التوم ما يبقاش يعني طالع لبره كتير، لان ساعات ايه علشان اللام بيقعد وقت كبير قوي في الفرن فالتوم بيتحرق وبيدي طعم مر مش حلو قوي. دي اسهل حاجه، يعني اسهل اكله، وفي ناس كتير قوي بتحس ان هي اكله كتيره كده، ويعني هنعمل لام يا ساتر، يعني هياخد وقت طويل، بس هي سو ايزي.
وممكن قوي بقى، وبتبقى حلوة قوي في مارينيتة ات نايت، يعني تتحشي كده بالليل، والصبح تدخل الفرن بتاخد تقريبا، انا بحطها على 400 نص ساعة بس تجيت سيرت، وبعدين نزل الحرارة شوية. بصوا بقى جميل كده شكله، انا بحب شكلها كده، وبتدي تيست. وبعدين ممكن نطلعها، فما يعني لما بيحب شكل الروزميري you don't have to eat it، بس هي بتدي للسبايس والتيست. وبعدين بحب شكلها قبل ما تدخل الفرن، شكلها جميل قوي. وممكن على فكرة برضو اما تطلع من الفرن، لو عاملين يعني الخروم في اماكن معينة كده حلوة، ممكن تزوقوا بالروزميري برضو، بس انا بزوق بالروزميري المطحون. شكلها جميل ازاي، بيوتفول. anyway، اهم حاجة في اللام علشان ده روست، احط كمية ملح كويسة، يعني ما تخافوش من الملح ابدا، لان الحاجة اللي بتخلي الاكل طعمه مش حلو، لو هو الاكل مش مملح كويس خلاص مش هتقدري تعملي فيه حاجة. if you add ملح بعد ما هو اتعمل ما بيبقاش نفس الطعم زي ما نكون احنا حاطين ملح كفاية وفلفل اسود كفاية، كده بيبقى طعمها احلى. وميك شور ان هي يعني ايه كلها متغطية بالملح. هنجيب الحلة بتاعتنا او البات بتاعنا اللي هنستعمله، والبات الحديد ده احسن حاجة بقى، ده يعني اختراع خرافي الحقيقة، بيخلي طعم الحاجة فيري نايس. بص بقى نعمل ايه، فيري ايزي. انا همسك التوم ده كله ولا هعمل فيه حاجة خالص، هحطه كده زي ما هو، هو اللي بيدي بقى ايه الريحة والسبايس الجميل. وبعدين برضو البصلة بتاعتي هقطعها حتة كبيرة، علشان طبعا زي ما قلنا ان هو بيقعد لونج تايم في الفرن، فمش عايزينه يبوظ يعني. وبعدين هحط الكاريت برضو مقطعها حتة كبيرة، والبوتيتو زي ما قلت هير، انا عندي واحدة قطعتها عادي، بس هو السايز بتاعها كده لازم تبقى سايز كبيرة شوية. والبطاطس الصغننة دي ممكن تقطعوها او ممكن تسيبوها زي ما هي، يعني الصغيرة قوي هسيبها زي ما هي. حلو كده، يلا اي ثينك دول صغيرين هنحطهم كده. وبعدين هنا بقى هعمل ايه، هعصر ليمونه على هعصر الليمونه على باقي الثوم، يعني انا سايبه شويه ثوم صغيره فهعصر ليمونه عليهم. وهحط تقريبا حاجة بتاعت ربع كوباية زيت، ما تخافوش من الزيت علشان هو الزيت هي هتستوي والبطاطس هتستوي، وفي الاخر واحنا بنعمل الجريفي هنشيل كل الزيت والحاجات دي، بس هو لازم تستوي تبقى جوسي، يعني لو ما فيش زيت كفاية هتبقى دراي مش هتعجبكم قوي. وهحط بقى شوية برضو ايه فلفل اسود، مش هحط ملح على فيها علشان انا اوريدي حطيت ملح كتير على اللام، فهحط الملح على البطاطس. وبعدين هنا اي ميكس كل ده وهدلقه على كل حاجة عندي.
وبعدين ناخد شوية من الروزميري على فكرة. الروزميري ده برضو فريش من الجنينة عندي، عشان بحب الروزميري والثايم والحاجات دي تبقى فريش. ممكن تستعمله يعني دراي، بس ما بيقبلش الطعم الحلو بتاع الفريش ستاف. هنخلي دي في الاخر نجرنش بيها. ونقطعه، والحقيقة احنا عندنا مقطع ممكن نحطه وبعدين نستعمل ده فور جارنشينج. هنحط شوية كده روزميري، طعمه رائع بيبقى. بس وممكن ايه نمكسد شوية بس علشان الزيت يغطي البطاطس والبصل والحاجات. وزي ما قلت ممكن تحطوا اي نوع خضار، بس لازم يكون خضار بياخد وقت في السوا بتاعه. وكمان على فكرة I have another tip. هو انا لو انا بعمل اهو الليجو في اللام، بحب الحقيقة ادخلها الاول مثلا نص ساعة على 425 عشان تجيت سيرد، وبعدين احط البطاطس والحاجات دي. بس سنس انا عاملة حتة صغيرة فإتس اوكي يعني إتس جونا ورك. دلوقتي هنحط الأكلة بتاعتنا دي على 450. أنا مسخنة الفرن اوريدي بس نحطه على 450. اوكي دلوقتي الوقت بتاعنا خلص، ونروح نشوف ايه أخبار اللام بتاعنا. هنروح نطلعه وبعدين هعمل جريفي كمان حلو قوي، بس نطلعه الأول. حلة جميلة جدا وحلوة قوي، بس تقال ده الحاجة الوحيدة اللي مش حلوة. اوكي نشوف بقى اللام بتاعنا اخباره ايه. واو واو، زي ما انتم شايفين بقى ايه فلة جميلة. اوكي دلوقتي نجيب الطبق بتاعنا علشان انا عايزة استعمل الجريفي اللي فاضل. حطه هنا، نمقص. طبعا خلاص دي مش عايزينها انيمور. شايفين الثوم بقى ايه ما طلعش. ممكن استعمل دي، هي سنس انها صغيرة يعني مش كبيرة. الناحية دي شكلها احلى. هناخد بقى البطاطس بتاعتنا الجميلة دي، شايفين بقى يا سلام ايه ده كله استوى ومش مهري ولا حاجة. ممكن تستعمله على فكرة البصل الصغير قوي كمان بيبقى شكله حلو، بيطلع شكله أحلى من البصل ده. والثوم ما أقولكمش بقى طعم الثوم unbelievable يعني. أما هتدوق الثوم هتقولوا إيه، لا ده لازم نعمل مور ثوم. الثوم طعمه حلو قوي قوي، ثومات صحيحة.
الجريفي بتاعنا بقى. انا اخدت جريفي شويه قبل كده وحطيت عليهم دراي واين، اي دراي واين عندكم. وبعدين ده باقي الجريفي اللي فاضل، هسخنه بس شويه. ممكن اللي بيحب الجريفي تقيل شويه يعني ممكن تحطوا عليه معلقه دقيق او كورن ستارش، بس يعني انا بحبه طعمه كده احسن. اما بيبقى تقيل قوي ساعات بيبقى عامل زي المعجن كده. بس هخليه يغلي شويه، طبعا ندوقه برده ونشوف محتاج. الله، ايه ده، طعمه رائع، اكتر من رائع كمان. ممكن برضو نستعمل الكوباية بتاعتنا دي بتاعت الجريفي، مش هتقول لأ. نخليه يسخن بس شوية. الوقت ده ايه، نمسك نقطع اللام بتاعنا ده نشوف اخباره ايه. واو، شايفين؟ very nice. شايفين تومات برضو، في تومات دخلتها كده بتدي منظر. شايفينها وجوسي. ناخد برضو شوية من الروزميري اللي احنا قطعناه ده، نقطعه مش لازم يعني تقطع كتير قوي. ولما بيحبش روزميري كتير you don't have to put، يعني هي شكلها حلو already، بس انا بحب احط حاجة جرين وتقاد شوية زيادة برضو من الطعم والمنظر والشكل الجميل ده. شايفين؟ اوكي، ونغرف بقى ايه الجريفي بتاعنا. الجريفي ده ما فيهوش اي حاجة اكتر من ان هو الصوص اللي طلع من اللام، وعليه زي نص كوبايه اي دراي واين، مش حاطه فيه حاجه خالص. الملح بتاعه مظبوط جدا. والفلفل بس يعني لو حبيتوا تزودوا شويه you can. هو تقريبا كمية الجريفي قد كمية الواين، يعني بيطلع بالانس وحلو قوي. اوكي، ممكن نحط دي كده معلقة تانية نضيفها للجريفي، يعني ممكن كده كمان تدي منظر حلو. ودي بقى كانت الاكله بتاعتنا للنهارده، بيوتفول لام بالوت اوف جارليك والوت اوف سبايس اند ستاف. بس هو فيري سامبل يعني ما فيهوش حاجه كتيره قوي، بس طعمه جميل جدا. يا رب جربوه كده واي هوب ان هو يعجبكم. نبقى نعمل بعد كده ليجو في لام بالطريقه العربيه، بس دي تقريبا بالطريقه اليونانية، ولقيت طعمها جميل جدا. بالهنا والشفا. اهلا بيكم معانا. النهارده هنعمل سلطه، يعني هي مش سلطه بس، هي
أكلة كاملة، سلطة مع مشروم، سوتيد مشروم عملناه قبل كده بس هفكركم بيه. والحاجات اللي عندي تقريبا نص بصلاية، توم، شوية زيتون أسود، تشيري توميتو، خاصة. وهنا أنا المشروم ده عملته قبل كده أفكركم بيه، ده سوتيد مشروم وبصل برضو عملناه سوتيه، وقطعنا سان دراي توميتو وحطينا عليهم شوية ناتس وبيزل وملح وفلفل وليمون. فده يعني أكلة كاملة، السالاد مع ده، بس أنا بحطهم في طبق واحد، بيبقى طعمهم حلو وشكلهم جميل قوي. خلينا نجيب طبق نقدم فيه السالاد دي. طبق، أول حاجة هنقطع الخس. انا دايما بحب استعمل الرومان لاتس، بس انتوا ممكن تستعملوا اي نوع خاص تحبوه يعني، هو بس الرومان لاتس بيدي لون حلو يعني، الوانه كده غامقه قوي وبيبقى لونها حلو، فبحب استعمله دايما. وبرضه هقطع شويه من ده لانها اسنطه. لو بتعملوا سيزر سالاد يوجوالي هما بيستعملوا الجزء ده من السالاد من الخاصه عشان يبقى لونها اخضر قوي، بس انا هستعمل السلطه دي شويه الخس دول، خس شويه صغيرين هقطعهم. لون الخس جميل. وهقطع معاه شويه شيري توميتو. اوبس، ان هاف. طبعا توميتو ساعات بتطلع واحدة يعني ايه طرية شوية، مش عايزينها في السلطة. وقطع نص بصلة، يعني هي تقريبا دي اولموست زي جريك سالاد بس ما فيهاش طبعا جبنه. والثوم بقى هنعمل الدريسنج ازاي بتاع السلطه دي، فيري ايزي. هنحط شويه زيت الثوم الاول، زي ما قلنا الثوم ساعات ما بيتطحنش لو انا حطيت الزيت معي، فانا اخلي الزيت شوية دلوقتي واخد معلقة من الملح معايا. كانوا زمان حتى هما بيستعملوا الهون، اسمه ايه الهون، بيستعملوه كانوا بيحطوا دايما الملح مع مع التوم، مش عارفة ليه يعني، بس هو اكيد علشان التوم يعني عايز حاجة تمسكه شوية وهو بيتدرب. وشوية فلفل اسود اللي انا هستعملهم في السلطة واضربهم الاول. واحط زيت الزيتون كمية كويسة كده للسلطة، واحط معاها بس يتضربوا شوية كده سنة يعني مش كتير. احط ليمون نص ليمونة كفاية قوي. اضربهم تاني شوية وده الدريسنج بتاعنا. طيب دلوقتي نشوف هنعمل ايه. انا هحط المشروم اللي انا عملته قبل كده
بالسان دراي توميتو والبيزل والبصل وكل حاجة في الوس كده. ونحط بقى ايه الخس اراوندت الوان. شيري توميتو والبصل طبعا، مش عايزة احط حاجة زيادة قوي علشان اللون بتاعنا، وشوية زيتون اسود يدولها لون وطعم. هقطعه برضو نص كده، او يتحط صحيح يعني مش مهم. واخيرا نحط بقى ايه الدريسنج بتاعنا. وايه رايكم بقى في السلطه الجميله دي؟ اسمها سلطه بس يعني هي سلطه وميل كامله، طعمها جميل قوي وشكلها اجمل يعني، فيري نايس سالاد ومغذيه وحلوه وطعمها جميل قوي وبالهنا والشفا. يا رب تعجبكم ويا رب تجربوها وبالهنا والشفا.